بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم في الفصل السادس من مادة تراسل البيانات وشبكات الحاسب. محاضرتنا اليوم راح تتحدث بإذن الله عن Network Devices أو أجهزة الشبكات. في نهاية هذه المحاضرة أو مجموعة المحاضرات المتسلسلة ستكونون بإذن الله قادرين على Identify the network devices that can be used in real world network. ستستطيعوا تحددوا بالضبط ما هي أجهزة الشبكات التي ممكن أن تستخدم في شبكات الحاسب اللي موجودة على مستوى يعني الواقع الحقيقي الآن. المهارة الأخرى الأعلى التي ستستطيعون بإذن الله تؤدوها هي Classify the network devices that can be used in real world network، التي هي ستكون لديكم القدرة على تصنيف هذه الأجهزة، أنا متى أستخدم هذا الجهاز في هذه الشبكة ومتى أستخدم الجهاز الآخر في الشبكة الأخرى، وجميعهم يخدمون على مستوى المقرر ناتج التعلم رقم 3. كمقدمة سريعة، ما هي أهم الوظائف أو المهام لأجهزة الشبكات؟ حقيقة في الوضع الطبيعي زمان عندما كنا نربط المعلومات الشبكات نريد ننقل معلومات من جهاز إلى جهاز ومن مجموعة أجهزة، فالوضع الطبيعي أن ننقل هذا جهاز وهذا جهاز آخر، ممكن فقط أن نربط بينهم بعبارة بكيبل عادي، هذا الكلام جميل. لكن عندما يكون عندي مجموعة من الأجهزة أخرى، عندي هنا جهاز وعندي هنا جهاز وعندي هنا جهاز وجهاز وجهاز آخر، عندما نربط فيهم المسألة ليست بالبساطة فقط أن نوصل كيبلز بين هذه الأجهزة بينهم البين مع إمكانية وجودها، لكن قد تكون التكلفة عالية لأننا نريد أن نستخدم كروت شبكة بعدد أكبر، نريد أن نستخدم أجهزة يعني الكيبلات أكثر، فبالتالي قد تعقد المسألة وتزيد التكلفة. فجاءت الفكرة عن وجود أجهزة تعمل على عملية connecting the network or expanding the network، تعمل عملية توصيل بين هذه الشبكات أو تكبير هذه الشبكات، فالمسألة ليست بالبساطة. هذه الأجهزة التي ممكن تساعد على هذه مثل الريبيترز، الهابس، بريدج، راوتر، سويتش، جيتويز إلى آخر من هذه الأمثلة الأجهزة، أو أحيانا نريد أن نتواصل أجهزة عن بعد بين دول مختلفة في أماكن بعيدة، ريموت أكسس، وصول عن بعد، نحتاج أن نستخدم أجهزة تساعدنا بالوصول عن بعد مثل المودمز والـ ADSL مودمز.